وذاك يدل على الشيء فإنما يدل على أن هذا الفريق لا على مستوى المسيرين ديالو ولا مستوى اللاعبين ديالو والطاقم التلميذي واجتهد بشكل كبير ورسخ الاسم ديالو بشكل بارز في السجلات الإفريقية والسجلات العربية. مزيدا من يعني التحايا لكل المكونات ديال الفريق الجامعي الثانوية، ونتمنى على أننا نشوفوه مرة أخرى يعود إلى الواجهة سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العربي، ويجيب لنا عاود ذلك البطولات اللي كانوا تجيبنا جميع مدينة سلا، تعرفت مدينة سلا بهذه البطولات العربية والإفريقية. مرة أخرى نمر الآن إلى كلمة السيد رئيس فريق الجمعية السنوية السيد عبد الرؤوف بن طالب للحديث عن الآفاق المستقبلية لفريق جمعية سلا الآتي. جانب اساسي للفريق، بل اعترفوا بها المنتخبين السنوات الاخيره ماشي هذه السنه، السنوات الاخيره هما اهم شريك. اذا سهل واحد الترحاب خاص وواحد التنويه خاص وفاهمين اللعبه وفاهمين ان الدور ديال الرياضه شي كله يتاثر على المدينه. سي فؤاد عمار شكر مجهول ما تكر هو شكر الرؤساء السابقين، شكر على رسوم السي سعد حسان، وكان من المنتظر ان في البرنامج ديال اليوم يكون واحد التكريم خاص بالسي حسان اللي هو فقره من البرنامج ديال اليوم اللي تاجلت الى وقت صار لاحق. هذا التزامن ديالها مع الالتزام الطارئ السي الرئيس والاب الروحي ديال الفريق. اذا تكون المناسبه لاحقه اللي جاب فيها مجموعة الفعاليات على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي تكريم هذه الشخصية اللي قدمت خدمات للرياضة المغربية والرياضة السلوية خاصة كرة السلة، ويستحق منها تكريم واعتراف أكثر من تكريم هو اعتراف بالخدمات اللي دائما فهو جزء من البرنامج على الفقرة الحديدة على أساس تكون بموعد لاحق. كنظن الإخوان باب عبد الجمع العام اللي دار اليوم أن واحد برنامج المستقبل هو الأساسي ولا بالنظر عليها ما كل ما يتعلق بالشروفات والانجازات هذا كيدخل في التاريخ، هو تاريخ مجيد، ولكن كي كنشوف الى شتي الباباري سنة كنظن كبيره بزاف الاخوه الرياضيين اللي كيفهموا في الرياضه يفهموا لامباك ديالها باش في 15 سنه الاخيره او 17 سنه الاخيره تفوز ب 11 بطوله 11 كاس العرش 9 القاب بطوله افريقيا بطوله دوليه لعب شي 6 نهائيات وتخسر فيهم زعما كمسار. انا نقول لك واحد المعلومه، جمع الرياضه المغرب كله هون فولي باسكيت كاع الرياضه الجماعيه ما تقدرش تخرج هذا البالماريس، وبالارقام دليل انك واحد الانجاز تسبق ربي يسهل فيه، نقول لك ان يدينا ربي يسهل فيه، ولكن راه صعيب يبقى يتكرر كل سنه تكون لازمه كل حقب. والتطور ديال الفرق عنده واحد المده معينه بالزمن معروفه، البروجي ديالو تيدير 4 سنين 5 سنين تيتالقوا كاع لي زيكيب اسيد ميلو اجاك داكشي 4 سنين 5 سنين تيعاودتني واحد عامين 3 سنين. الحمد لله تمكنا نديرو واحد ليكسيبسيون شويه هي اننا طولنا مده 17 سنه وحنا متواجدين في الجزائر. ولا رجعتي لفرق كبيره كاع 4 سنين 5 سنين وخصو واحد عامين 3 سنين عاودتني يختفي ويعاود يطلع طالع وغزبر ربي يسهل فيها. كاين فيها واحد الجانب باش نكونوا واضحين على المستوى المحلي، استطعنا ما تبقاش سايرو للفريق، مجموعة الفرق ما يسيروش باش على المنافسة باش تبقى جديدة، ولكن على المستوى الدولي اللي ماشي بيدينا، المستوى الدين الآخرين اللي مع الصينيين مع الأفارقة مع أنغولا مع ذلك، ديما متواجدين في البوديوم. وقبل ما نفوز 2017 بالبطولة الإفريقية، أنا ثلاثة المرات وحنا تنطلعوا للبوديوم. وما يتسناش، وبقينا مأمنين بالحظوظ ديالنا، لأن في المنافسات الدولية ولا المحلية هو الصبر. الصبر عامل أساسي وتوصل الهدف عامل أساسي. لان ملي كتشوف افريقيا راه ثلاث مرات حنا تنوصلوا دابا كنقولوا انت يقول لي انه زاد الباب ولكن مثلا دابا 2017 سير في الله 2018 لعبنا النهائي
2019 لعبنا النهائي في أنغولا، خسرنا النهائي بعد 2019، لذلك كان من المحتمل تحسنا نفوزوا بديك البطولة في الزال الأولي، كان عندنا فريق ديال داكشي وكان عندنا بسوء الحظ ديالنا، كانت البطولة المغربية توقفت ترات علينا، ولعبوا لنا النهائي في أنغولا وكررنا، واللعابة عندنا شوية داك الجانب اللي حاضروا أن هذا نقاش كبير، واش ملي كتكون في الرياضة هو عمل ولا ماشي عمل ما تدخلوش فيه، ولكن كانوا اللعابة صايمين. وكنا كنفطرنا في وسط المباراة، وهنا زعما واخا اللاعب كل إيمان إيمان الجانب ديال التغذية ورمضان عنده دور في الموضوع ديال الرياضة، سيرتو في الكوب الجديد، وحنا كنكسب كنا في قرار واش نفرضوا على اللاعب ولا ما نفرضوش شيء، الجانب الإيماني ما نقدروش ندخلوا فيه ونشوفوا القناعة الأفراد، قبلنا باللي كاين وربي تيكتب عليك اللي كتب هو اللي كاتبو، كيف عدلتو ممتاز ولكن كانت عندنا الإمكانية باش نفوزوا بهذيك 2019 ملي اللي حنا من نهار الاول الخدمه ديال على المستوى الجمعيه السنويه كنا كنفكروا ديما نربطوا باسم الجمعيه السنويه بسلام، زعما ملي ديبي ديالنا تقريبا ملي بدينا في الفئه الصغرى ديما سنحاولوا